الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى القرطبي في تفسيره عن يحيى بن أكثم أن للمأمون مجلس نظر كان يدخل عليه الناس فيه، فدخل رجل حسن المنظر، حسن الشكل، حسن المنطق، فتكلم فأحسن الكلام، فقال له المأمون: يهودي أو قال إسرائيلي؟ قال: نعم. فقال له: أسلم ولك كذا وكذا، سيعطيه العطاء الجزيل، لكنه رغبه ليسلم، فقال: ديني ودين آبائي. ثم خرج، وبعد عام دخل ذلك الرجل وقد أسلم، فتكلم في الفقه فأحسن الكلام. فلما انفض المجلس دعاه المأمون فقال: تعالي لي، ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال: لما خرجت من عندك وأنا مع ما تعلم حسن الخط، كتبت 3 نسخ من التوراة فزدت ونقصت فأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وكتبت 3 نسخ فزدت ونقصت من الإنجيل فأدخلتها البيعة فاشتريت مني، ثم كتبت 3 نسخ من القرآن فزدت فيها ونقصت فذهبت بها إلى الوراقين فتفحصوها فرموها علي. قال: فعلمت أن هذا القرآن محفوظ من الله فأسلمت. فيا لله، ما أعظم هذا الكتاب، كتاب الله جل وعلا، الهداية والنور. قال الله جل الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في العقائد، للتي هي أقوم في العبادات، للتي هي أقوم في المعاملات، للتي هي أقوم في الآداب والأخلاق. هذا القرآن العظيم لو عاد إليه الناس وتدبروه ورجعوا إليه لعشنا حياة هنيئة في دنيانا وأخرانا. كتاب الله كما أخبر الله نور وحياة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الاستجابة لهذا القرآن بها الحياة الحقيقية. الله عز وجل لما نادى أهل الإيمان قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا الله، من أراد حياة قلبه فليستجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومفتاح ذلك اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مع هذه الحياة التي سيعيشها صاحب القرآن سيكون له الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول ابن القيم عبارة عظيمة في هذا الموطن، يقول: القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب ما يلقيه الشيطان فيها، يعني في الصدور، من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. فمن أصيب بمثل هذه البلايا فلا أعظم من أن يعالجها بكتاب الله عز وجل. وكذلك هي شفاء، هو كتاب الله عز وجل شفاء لأمراض الأبدان.
والكل يعرف حديث اللذيذ كما في الصحيح أنه لما قرأت عليه سورة الفاتحة كأنما نشط من عقال، وقد كان، والقصة في صحيح البخاري مشهور. فهي أيضا شفاء لأمراض الأبدان، فمن أصيب بأمراض روحية أو جسدية فعلاجه في كتاب ربه تبارك وتعالى. القرآن أيها الأحبة تثبيت عند الفتن والمحن والمصاعب. أليس الله عز وجل يقول كذلك لنثبت به فؤادك؟ تأملوا في أحوال أهل القرآن كيف أنهم مهما ماجت الفتن هم يعيشون حياة أخرى، يعيشون مع كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا وعملا. هذه والله هي السعادة الحقيقية. كم أبكى هذا الكتاب من عظماء الأمة، كثير منا يحفظ ذلك الحديث حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن مسعود يطلب منه أن يقرأ عليه من كتاب الله عز وجل. ماذا قال ابن مسعود؟ قال أقرأ عليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه حتى بلغت، فقرأ عليه من سورة النساء، فقرأ حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فالتفت، قال حسبك، فالتفت يقول ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياتهم مع القرآن، يعيشونه استشعارا تدبرا. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، نزل به الروح الأمين على سمعك، على قلبك، على قلبك. حينما ينزل هذا الكتاب العظيم على قلوب أهل الإيمان يكون له أعظم الأثر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما كان يصلي لا يسمع من وراءه من كثرة بكائه لما تمثل هذا القرآن في حياته وعاشه استشعارا. وفي مسند أحمد تعرفون قصة النجاشي لما قرأ عليه جعفر الطيار صدرا من سورة مريم، يقول فقرأت عليه صدر فبكى حتى أخضل لحيته. لم يكن مسلما إذ ذاك، لكنهم هذا الكلام العظيم تعالوا بنا نتأمل ماذا قال عنه الوليد بن المغيرة من ألد أعداء الإسلام لما قال له قريش ذم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن، يقول كلامه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلى يحطم ما تحته يعلو ولا يعلى عليه، هذا وهو كافر. تأملوا القرآن فعرفوا عظمته، حتى وإن لم يؤمنوا إلا أن عظمة القرآن سطت على قلوبهم فتأثروا بها رغما عن أنوفهم. ننتقل أيها الأحبة إلى الواجب علينا إذا علمنا مثل هذا الفضل العظيم، ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نعيش حياتنا بالقرآن. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. ينبغي أن نتمثل هذا القرآن في حياتنا. لو تأملنا عظيم فضل تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، الكثير منا يحفظ الآية أكملها، يرجون تجارة لن تبور. هذه والله التجارة، ليوفيهم أجورهم فقط ويزيدهم من فضله. في الترمذي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تأملوا معي أيها الأحبة، لو أن الإنسان جعل له
وردا من القرآن كل يوم، كم حرفا ستقرأ؟ كم حرفا ستقرأ؟ كم من الحسنات ستنال؟ هل رأيت ذلك الفضل العظيم؟ انتقل إلى حالنا لتعلم أنه مع عظيم فضل الله عز وجل علينا إلا أننا نعيش في تفريط إلا من رحم الله. هناك قصور عظيم في تعاملنا مع وردنا من كتاب الله عز وجل، خصوصا خاصة مع الانشغال بهذه الوسائل الحديثة. كل منا الآن في برامج تخرج لك كم فتحت الواتساب من وقت، وكم فتحت تويتر، كم فتحت الثالث والرابع والخامس من البرامج. في نهاية اليوم إذا أنت 6 ساعات، 5 ساعات، 4 ساعات، 7 ساعات، يا الله، إن كانت في طاعة فالحمد لله، وإن كانت في غير ذلك فلا يلومن المرء إلا نفسه. لكن كيف لو كان بعضا منها عيشا مع كتاب الله عز وجل؟ كيف ستنال؟ وكم من الأجور ستنال؟ كيف كان ورد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون روي في سنن أبي داود عن أوس الثقفي قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. وقد جمعها بعضهم بعبارة فمي بشوق، من الفاتحة إلى المائدة إلى يونس، بني إسرائيل اللي هي الإسراء، شين الشعراء، والصافات، قاف اللي هي قاف سورة قاف إلى نهاية القرآن، في كل 7 يختمون. وابن قدامة في المغني يقول: ويستحب أن يختم، أن يجعل له أن يختم في كل 7. ونقل عن الإمام أحمد أنه كان من الجمعة إلى الجمعة يختم تلاوة، ونقلها عنه ابنه عبد الله وغيره. في الشاهد هذا كان حالهم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن لم نكن نبلغ هذا المبلغ فليكن لنا جزء في اليوم، يختم الإنسان في كل شهر، إن لم يكن ففي كل شهرين. المهم ألا تغيب ولا تغفل عن هذا الكتاب العظيم. لو أن الإنسان يختم في كل 7 كم من الأجور؟ إذا تأملنا تلك الآيات العظيمة والأحاديث التي وردت في فضل كتاب الله، جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أيكم يحب أن يغدو إلى عسفان؟ جاء بعض المناطق فيحصل على ناقتين كوماوين، قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: أن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، و3 خير له من 3، و4 خير له من 4، وخير من أعدادهن من الإبل. فاستعينوا بالله عز وجل وأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ذهاب غمومنا. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم عليكم.